يسعد لي مساء كل من يتابعنا الآن في هذه اللحظات عبر شاشة الاي تي في في برنامج عسيف. نقول لكم يسعد لي مساكم. مساء الخير أسرار. مساء الخير دكتور، مسيكم بالخير، وشكرا على الفرقة الموسيقية اللي دائما ما يعني يبدعون في بداية الحلقة. اليوم راح تكون يعني فقراتنا كثيرة، صحيح. ضيوفنا متنوعين، خلونا نشوف مع بعض يعني استعراض لفقراتنا لليوم، نرجع نكمل حديثنا. في حلقة الليلة من برنامج عسيف بتشوفون الإعلام القدير ووزير الإعلام الأسبق محمد السنعوسي ورحلة مع حصاد السنين، وإطلالة مميزة للزميل سعود بوشهري، وفقرة في الصميم، وضيف الليلة عبد العزيز المسلم، الفنان محمد الحداد والفنانة هنادي الكندري، وحوار حول مشوارهم الفني وحياتهم الأسرية ونشاطهم في الميديا. إذن ضيوفنا راح يكونون متواجدين معانا بعد شوي في استوديو عسيف، لكن ودنا نتكلم أسرار قبل لا نبدي في فقراتنا. اليوم اللقاح الناس تتكلم عنه، في ناس تحفز عليه وفي ناس تمنع من أخذ اللقاح هذا. صحيح، ويمكن حتى في حلقتنا أمس لما كنا قاعد نتناقش في هذا الموضوع، صحيح. مع ضيوفنا يعني الأغلب منهم اللي أخذ اللقاح، اللي يعني امتنع، اللي بينطر يشوف شنو، صحيح. نتائج هذا اللقاح، ممكن هو بعدها يقرر، لكن احنا ودنا احنا نقول بصراحة يعني يعطيهم ألف عافية وزارة الصحة من بداية يعني اكتشاف لهذا الفيروس إلى ما الحين وجد اللقاح، وبلشوا هذه الحملة الكبيرة وتشجيع الجميع، صحيح. أنه يأخذ هذا اللقاح، لأن بالنهاية فيهم لمصلحتهم وصحتهم بشكل كبير. أكيد إحنا يمكن أسرار سنة كاملة عشنا معاناة مع هذا الفيروس، ويعني تعدينا مراحل كثيرة وكنا بانتظار هذا اللقاح. اليوم يوم أن اعتمدوا هذا اللقاح والدكاترة وافقوا عليه، وأيضا أوصوا أن هذا اللقاح يفيد، نعم. وآمن وغير ضار، لكن الناس دائما تخوف الشيء الجديد. أكيد، وهذا شيء إحنا يعني ما نلومهم عليه، لكن إحنا دائما نشجع نقول سمعوا رأي الأطباء المتخصصين طبعاً. في هذا الموضوع طبعاً. بناخذ اتصال، يمكن هذا الاتصال يطمن الناس. معانا اتصال عزيز جدا على قلوبنا، ماما أنيسة، مسي عليك بالخير ونقول لك يا حياة الله معانا. يا هلا يما، الله بالخير، شلونكم؟ الحمد لله بخير، عساك بخير. عمري أنت يقولون خذيت اللقاح. اي والله يما، شوفي بس قبل لا ابتدي، اليوم اخذت انا اللقاح اليوم، ودي اقول لكم بس هناك قول: حين تكون الكويت لك منزلا فاعلم انك قد اوتيت خيرا كثيرا، فاحمد الله. الحمد لله، الحمد لله يا بنيتي، الحمد لله، الحمد لله على النعم اللي الله اعطانا اياها في هذا البلد الطيب، صحيح. سبحان الله، اليوم هالرقي في التعامل، الصفوف، البنات اللي مثل ورد في الصفوف الأولى، صراحة. الشباب، صحيح. الأولاد، الدكاترة، يعني سبحان الله، في منتاز ثلاثة، كل شيء بسيط، كل شيء بسيط، حتى غزة الإبرة ما حسيت فيها. الحمد لله. اليوم ماما أنيسة في ناس متخوفة من أخذ اللقاح، وناس وايد ناس خايفين. إيه اليوم شو اللي شجعك ورحتي؟ نعم، تطعمتي، شو اللي شجعك إنك تروحين تأخذين التطعيم؟ والله يا أمي، يعني أول مرة حالي حال غيري، كنت متخوفة، بس بعدين يعني فكرت ليش، يعني ليش الكويت صار في هالمبالغ الضخمة، صحيح. وهالإعداد الطيب اللي عدت للناس في أرض المعارض، نعم. طيب شو اللي خوفني؟ صحيح، يعني ماكو إيمان بالله سبحانه وتعالى أبدا، صحيح. ماكو ثقة في الناس اللي قاعدة تعمل، لا والله اتكلت على الله ونعم تشجعت، نعم. تشجعت صراحة لما لقيت عيالي المسؤولين، إذا كان رئيس الوزراء، صحيح. إذا كان وزير الصحة، إذا كان غيره، صحيح. الناس كلها قاعدة تروح، يعني شيء يخليني أنا ما أروح، صحيح. لا والله رحت وما قصروا، قاموا فيني قوموا حقيق البنات ما يقصرون، والشباب ما قصروا. يمكن هذا اللقاح الوحيد اللي شفنا الرؤساء الدول والمسؤولين وغيره يعني كانوا يصورون وهم ياخذون هذا اللقاح، شنو تتوقعين الرسالة من هذه الصور؟
وشوفي هو كل شيء كل شيء الكويت غير. أكيد. سبحان الله كل شيء الكويت غير. يمكن المسؤولين كان رئيس الوزراء كان وزير الصحة كان الناس أهل البلد الكبار صحيح. كبار السن اللي يو علشان يطعمون كانوا بدهم ينطوا رسالة لأهل الكويت ليش الخوف ويطمنون الناس. أكيد إحنا ناس مؤمنين بالله سبحانه وتعالى صحيح. واللي من الله يبي يصير أكيد. اليوم أم أنيسة وتوني قلت هالكلمتين اللي قلتهم مدام أنت الكويت الكويت لك من فأطمن إن شاء الله. الله يحفظك. استمتعنا صراحة بسماع صوتك وتطمننا على صحتك. عساك دائما بصحة وعافية ولك طولة العمر أمنا كلنا نحبك ونعتز بوجودك صراحة معنا. كل الشكر لك. شكرا لك. يعني فعلا يمكن احنا نشوفنا الكثير في هذه الايام صحيح. يشجع ويحفز المجتمع بشكل اكبر على اخذ أكيد. هذا اللقاح علشان نعدي هذه الايام بشكل سريع. يمكن ضيف حلقتنا لليوم نقدر نقول هو مدرسة إعلامية من مؤسسين تلفزيون الكويت، إعلامي مخضرم وكبير. اليوم راح نبحر معاه في تاريخ جدا كبير وعميق، وإن شاء الله يا رب نوفيه في هذا التاريخ. أكيد. يعني أبو طارق محمد السنعوسي صاحب رؤية وثقافة عالية صحيح. يعني من الأشخاص اللي فعلا يرى أمام أفق واسعة، ينظر إلى الأمور من زوايا يمكن قلة يشوفون هذه الأمور. اليوم راح نستمتع بحوارنا معه، وأكيد عندنا محاور كثيرة طبعاً. إن شاء الله نلحق عاد ونأخذ منه مثل ما يقولون الجواب الوافي. نلقاكم بعد شوي لا تبعدون مع أبو طارق محمد سنوسي.